الفقرة القادمة الفن. الفن هو الإبداع في التعبير عن الحياة من خلال الرسم والأشغال اليدوية المختلفة. وبالنسبة للفنان يختفي الفن تحت قليل من العشب. بالنسبة للشخص العادي يخفي الفن تحت جبل. إنني لم أرى الفن كشكل بل كجزء مخفي من المضمون. الرسام القادم الأستاذ أحمد العلوي سيقوم برسم شخصية عاشت مع الأطفال وترعرعت وكبرت، شخصية مهمة جدا في المجتمع. كان من الممكن أن يكون اليوم حاضر معنا ولكن اعتذر لأسباب شخصية. دعوني أرحب بالرسام الفنان أحمد العلوي مصحوبا بالتصفيق الحار، وبعد ذلك سنكتشف من هو أو من هي الشخصية القادمة من خلال هذه الرسمة.
بس عالخوف عاشوا ليش بوسط النار شافوا بس ظلم ورهاب ما درسوا دور ولا دار لا هزتهم دمع جوال لا صرختهم من الخوف العالم ساكت جالح والكل جايب عينه يشوف يا رب ارحمنا وارحمهم انصاروا ينزل ويروحهم على ميراني يا دم الدنيا يا رب يا رب ارحمنا وارحمهم انصاروا ينزل ويروحهم على ميراني يا دم الدنيا يا رب Yeah.
الرسالة واضحة. هو هشام الذهبي تصفيح تصفيح قوي جدا. يا جميلة هشام الذهبي فاعل في أطفال العراق عام وعلاقة كبيرا للأستاذ أحمد العلوي على هذه الرسمة المميزة لراعي الأيتام الأستاذ هشام ذهبي. شكرا جزيلا لك.